اخوتي المشاهدين، كديري لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم احنا مجدنا مغرب، وغادي نفطروا مع مرت عمي حميد مريم. نتمنى ان شاء الله تقبل علينا ونمشيو نفطروا معها ونسلوا معها الرحيم، باش ان شاء الله اليوم في العشيه نمشيو بحالنا وعمتي خديجه تهضر معاكم. تبارك الله على المتابعين ديالنا، كيقولوا لاباس عليكم، كيصبحوا تصبحوا تربحوا انتم وليداتكم في هذا الصباح الفتاح. ودابا كما كتشوفوا لنا مريم صبحت نايضه ودارت لنا هذا الفطار المغرب، ودابا غادي نمشيو نفطروا مع مريم ليها مع النهار، غادي نمشيو نسافر بحالاته. والعواشر هذه راه كاين، خص كل واحد يتفكر شنو خاصو يدير. ايوا راكم عارفين اخوتي، وتابعونا ان شاء الله. دابا حنا غادي نفطروا مع لنا مريم وليداتها، وهي خطاكم عليهم وهي طراها مشات تما قالت شحراتين هاد الشحال قالت كاتال سيري عمي يلا زيد الوالدة. السلام عليكم المشاهدين، تبارك الله عليكم خوتنا الاحباب الغاليين، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جينا نفطروا مع مرت خويا ان شاء الله. صباح الخير وليداتي، صحتك وليداتكم، كاين المهد الفردي هذا. كلشي ديجا تيغسل البوطه، العواشر مغروبه، عليكم السلام ان شاء الله. الشرق صباح كيقلب الدنيا. صحتك عندك خير الدنيا. ان شاء الله هذا يوم الله يسوي الله يكتب السلامة. كان شوية الدنيا مخضرة، دابا غيجمع الدنيا. طيب الله الخير، طيب الله الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ صباح الخير مشاهدي، لاباس؟ كده اختي مريم لاباس؟ لاباس. لا جا كيقلب على البوطه، من البوطه لا هو دابا البوطه جايبه من الحانوت عامره، مازال ما خواتلوش، والراجل والحانوت بغى خاوي غيجيبو البوطه. ايوا ساعه مشي دبرت له في خاوي، جا خاوي الله سهل ونسات، جيت كنسول فيه هنا مريم قالت لي راه شال تمزرة ما بستيش عمي تمزرة؟ القهوه يا راكل شي قهوه الصباح والله ولا كان لبس حدايا لداخل. تبارك الله عليكم خوتنا المتتبعين يا خويا طيب، ولالا يقطع ولالا مريم مرحبا بكم هذا الصباح، جاو عندي في سكن الله يجيكم الخير، الله يجيكم الخير، الله يجيكم الخير ان شاء الله، العيد ان شاء الله، العواشر العيد ان شاء الله، الله يجيكم الخير. لالا مريم دارت كتضرب الكاس حتى تفيض، هذيك هي الكبه خويا، انا عارفه مليون كتوقع، الله يكبر عليك.
انا الملاوي يعطيني الملاوي يا بصحتكم وراحتكم عقبال يكبر ان شاء الله زياد ياكل توا بغري ان شاء الله يلا الله يكبر بيك خلف الله قابس ما عندك زهره خديجه ضارب الله بالمشاهدين بارك عليك صار عندك مهرس ايوا انا قلت لك على اللي قلت عفوا الحمد لله دابا عندك الزهر دابا عاد تاني كاع وقف وغادي نقصو كاس انا نشربات هي انا كنشربات رشيد كول اخويا اعطي شي تحيه رشيد انت ما هضرتي بحال شي زايزون ساكت ما كاين رشيد مسكين باقيه كيصوب الشبكيه باينه عيا مسكين كيدرتو لاباس عليكم نتمنى يلقاكم هذا الفيديو تاعنا بالصحه والعافيه ان شاء الله ورحنا جينا عند السي حميد واختي مريم ولكن ما لقيناش حميد يا حميد ايوا سيدي كله دابا بالصحة والراحة دابا هذا حتى بدي اش كدير معايا؟ جمعوا مع الجلبة انا نجمعوا في البالة ونصيحها اش كديري؟ سمو عليك طهنا الحاجة المشاهدين اللي درنا لكم شكرا معاكم هي اللي تكون كبيرة نخليكم لينا قبل يفوت نية الطائف